وللمزيد من المتابعة والتحليل معنا عبر الهاتف الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام. دكتورة أماني، بعد التحية، رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن تطورات سد النهضة، كيفية تقييم المساعي المصرية في هذا الإطار؟ الحقيقه المساعي المصريه مساعي ناشطه بتنسق اولا مع السودان، والمساعي المشتركه تنطلق في عدد من النقاط الهامه المؤثره على تطورات المنطقه وعلى ملف سد النهضه وعلى مواقف من سد النهضه. اتصور ان لقاءات بروكسل بالنسبه للسيد سامح شكري هي لقاءات في منتهى الاهميه، ليس فقط مع الاتحاد الاوروبي ولكن ايضا مع بعض الدول، وهي في إطار تنشيط الموقف الدولي للتدخل في مسألة سد النهضة، على اعتبار أنه أمر مهدد بالسلم والأمن الإقليمي والدولي، ودي مسألة مؤثرة جدا على دول جنوب البحر المتوسط. يعني أوروبا هي الجارة اللصيقة بإقليم حوض النيل والبحر الأحمر والقرن الإفريقي، وكل التطورات والتفاعلات في هذه الأقاليم الثلاث مؤثرة جدا على الأمن والاستقرار الأوروبي. نعم، طيب الدكتور أمين، يعني في ظل الإصرار الإثيوبي على مواصلة الملء الثاني لسد النهضة وبعد جلسة مجلس الأمن، هل هناك من خيارات متاحة للتعامل مع هذا الملف؟ يعني مسألة طرق الأبواب لكل العواصم العالمية هي أحد الخيارات التي تم طرقها بسرعة من جانب الدبلوماسية المصرية وبفاعلية، ونأمل أن يكون لها مردود إيجابي على مجمل التطورات. هناك أتصور أن يكون هناك دور للاتحاد الإفريقي في المرحلة المقبلة، دور سيكون مدفوعا من مجلس الأمن. لا نعلم مدى ولاية مجلس الأمن القرار السياسي بشأن ولاية مجلس الأمن على التحرك الإفريقي، لكن يعني سوف نختبر هذه المسائل خلال 48 ساعة القادمة. دكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك.